شاء الله مربوحه 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 ان شاء الله مربوحه 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 زوز ثلاثة ان شاء الله الواحد مربوحه كل اليوم أنا ملعب محمد محرز هيئتنا السلطات وعطتنا ترخيص استثنائي واستقبال الجماهير إن شاء الله نكونوا في المستوى باش على مرة أخرى يكون عندنا معناتها النجم نلعب مقابلات في الملعب هذا في صورة عدم حضور ملعب حمادي بن مبروك إن شاء الله إن شاء الله الجماهير تكون في المستوى هذا يا حفل كروي حكم الموسم اللي فارط ما عملناش حفل كبير كما ذايا اليوم ان شاء الله الجمهور يكون في المستوى واللاعبيه يقدموا لنا مباراه سمحه وان شاء الله يكونوا في المستوى مش فرض هذا باش قرادنا لبس عليهم ورا واضح يجي يجيبونا من عونة عمنا وقالوا لنا فما حد شيء علاش قاعدوا فينا واقفين احنا قاصين جامعتنا مش تفرجوا عليه يقول لي ما تقعد على الحيط في الشمس قاعدين تحت الحيط تفرجوا على جامعتنا عاطل البي احنا نموت ما سالش على جاله هي نموت احنا على جايين نفرجوا عليهم سايبين وقتنا وسايبين دارنا وسايبين عائلتنا نتفرجوا على الواحد يعني. احنا جايين نفرجوا على البي بلادنا هذه لازم نكفولها في اي وقت تو لمبع يقول لي قانون يقول لي ترى شنو تعال وقعد تحت الحيط طلقت الهيئة المديرة الحالية في تسيير جمعية الواحد الرياضية منذ 23 جويلية منذ بدايتها طبعا انطلقنا في تحضيرات الأكابر التي انطلقت بالتحديد يوم 5 أوت برجوع كافة اللاعبين للملعب قمنا بعد ذلك بالمحافظة على هيكل الفريق بالانتدابات القديمة يعني اللي كانت معنا في الموسم الفارط وطعمناها بانتدابات جديدة مشينا للتربص الأولاني في عين دراهم قدام أسبوع وكان تربص مثمر ثم بعدها رجعنا كملنا الانتدابات كملنا نواقصنا ومشينا في تربص ثاني لكيب اليوم الواحد الرياضية بقبلي إن شاء الله تكون على الأقل من ناحية بدنية حاضرة هذا اليوم أول عرس في داخل مدينة قبلي مسافرة مع جمهور مدينة قبلي وإن شاء الله يكون حليفنا ربح ونواصلوا في الدور هذا بالرغم تعرفوا احنا تركيزنا فعلا على البطولة ولكن حتى الكاس ولا الانتصار في المقابلة الثانية ونعرف الانتصار يجيب الانتصار يعطي برشا ثقة للولاد وما فما نقاس ما علينا كانت دركوها
فرحان بالنتيجه، مانيش فرحان بالرندمو، ولكن ان شاء الله بالمجموعه اللي عندنا متاكد ان شاء الله في قادم جولات ان باش نقدموا وجه مشرف خير من هكا ان شاء الله. على كل حال هو ما ولا مباراه كاس، المردود معناتها كان في الاول كان القبلي، وبعدين احنا عرفنا كيفاش نتمركزوا معناتها على ضوء التمركز بتاع واحد قبلي، ووقفناهم وخذينا حنين. الاهداف كانت كما شفت معناتها اخطاء فرديه على الكره ثابته على ضربه جزاء، وعلى معناتها كيف معناتها خطا فردي معناها اثنين على واحد، وعندنا احنا الكره نعطوها للمنافس. على كل حال معناتها الاخطاء الفرديه ديما احسن من الاخطاء الجماعيه. ان شاء الله القادم يكون احسن لينا ولقبلي ان شاء الله.